مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى نشرة احوال الطقس. خلال صبيحة هذا اليوم تشهد المناطق الشمالية من الوطن اجواء مستقرة صافية. المناطق الشمالية الوسطى الشرقية وحتى الغربية اجواء عموما ملبدة تماما، على السواحل الوسطى اجواء صافية تماما الى مغشى جزئيا بالمدن الجنوبية. خلال المساء ظهيرة هذا السبت بحول الله اجواء عموما ايضا تبقى مستقرة صافية، نفس الوضعية الجوية اجواء صافية على كامل التراب الوطني. درجات الحرارة المسجلة خلال صبيحة يوم الغد تصل الى 19 درجة على السواحل الوسطى الى الغربية من الجزائر العاصمة لغاية منطقة بني صاف، 15 بتلمسان على تيارت على البيض، 22 درجة بأدرار مسجل، 18 بتندوف، 32 درجة على عين صالح، 30 بورقلة وحسم سعود، 25 إلى 26 درجة بمرتفعة الهجار والتصلي، و 32 إلى 33 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال الظهيرة بإذن الله سترتفع أيضا، ستصل عموما إلى 45 درجة على برج باجي مختار وعين قزام، على الدرار ايضا 35 درجه بتندوف، 36 درجه على بشار، 41 درجه بشمال الصحراء على غردايه وبسكره، 25 درجه بوهران مستغانم، 26 درجه بالجزائر العاصمه. ستبقى مرتفعه بالنسبه للمناطق الشرقيه تتراوح ما بين 34 الى 36 درجه. حاله البحر بحول الله سيبقى مستقر، بحر هادئ على طول الشريط الساحلي، رياح شرقيه وسرعتها لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعه. نختم النشره الجويه كالعاده بيا الورقه الفلكيه، وقت شروق وغروب الشمس بها الجزائر العاصمه وضواحيها. نشكركم على المتابعه، الى اللقاء.